مش نقول مثلا المرأة تختار امرأة لرجلها باش تحافظ على زواجها. نعم. وتو المعلومة هذه لحظة. توصلك واقعا لحظة. إذا كان مش غدوة بعد غدوة شنو معناتها؟ الواقع يفرض هذا. أنت معرس بمرأة ثانية على مرتك؟ لا والحمد لله ما عندي مشكلة. تفهم شيء. استنى. ليه؟ أنا بطبيعتي مش فاهم شيء في تونس. ليه؟ مش قلت لك هذاك كتبت شيء. هذا أنت قلته ولا لا؟ بالطبيعة. في نفس الوقت ليه؟ ليه؟ باش نفهمك. ماذا نقصد؟ ماذا نقصد؟ قبل ما نعطي المريم مرحبا. المرأة تختار كذا به. أنت مثلا ما عرستش على مرتك. لا. أي تفضل. أنا ما عنديش مشكلة. أنا مرتي تكفيني. أنا مرتي حب حياتي وأم أولادي. أنا ما عنديش مشكلة. أنا إيه هاي لو تعرس عليها بامرأة ثانية تصدقك تقولها حب حياتي؟ لا قلت لك لماذا؟ خاطر ما عندكش بنيه تقول هكا. لا حتى انا بنات تونس كل بناتي. باهي دقيقه يا خويا. اختي وبنتي. يلا مريم. كما قلت يا خويا نسيت المواخير قلت انتم بناتي واخواتي انا قلت عبد العلم. واضح. وسكرت المواخير والحمد لله. ربما عنده فضل ولو 1%. الحمد لله. الحمد لله. بلاك قلت الحمد لله كي تسكرت المواخير ما سمعناكش. الحمد لله. ما سمعناكش قبل. بلاك يا شيخ. اكثر واحد يغير على تونسيه وما يحبش مرافي. ما سمعتنيش قبل خاطرك ما تسمعش. مش صحيح. خاطرك لست إلها لتسمع الجميع. ليه؟ هاي تفضل. الكلمة كلمة تضرب. هاي فلا. عايشك تضرب. ما تقولش في الكواليس. مرأة لرجلها. ترجمة بالفرنسية خلاها تقراه. اوه عليا اسمع قديمة الفازة هذي. ميسيرش. قديمة. معناها قديمة. اسمع قديمة على الاخر. وتونس كل تعرفي نحكي بالسوري والعربي مازلت كي تعلمته ويعطيني الصحة اللي نحكي مليح بالعربي. وفي برنامج نحكي فيه بالعربي. نقولوا حاجة قديمة. قديمه باه المراه تختار المراه رجلها باش تحافظ على زواجها. علاش مرتك مالها انجي هاك مستكفي بمرتك؟ علاش مرتك مالها باش ما تحافظش على زواجها؟ لازم امراه اخرى. انا جاوبك ما خليتش نكمل يا سي محمد. كيفاش ما نقدرش نكمل؟ خليني نجاوبك عايشك. عايشك خاطر تناقش. تو نقول لك ميسالش نكمل جملتين. قلت نحكيو هذا بالنسبه للراجل اللي ما ينجمش يعيش مع امراه واحده. شكون هذا؟ كيما قلت هذا الساعة أنت توا. سيدي الراجل هذا زي موجود ولا مش موجود؟ شنو مش باك أنت بركة فرحان في زواجك؟ مش معقول هكا. شنو تحكي هي أنا مش نجاوب توا. نجم نجاوب؟ قلنا الراجل اللي فعلا هو ما ينجمش يصبر لمرة واحدة. هذا مش الحرام. يمشي يصرح مرته؟ علاش نحيي نو ان لوغون انيمال؟ لا 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 علاش وهي تاخذ علاش عبد العلمي؟ علاش سلمنا جدا عبد العلمي؟ علاش ما فهمتش انا في 2023 عبد العلمي هنا غدوك ما عادش راجل حيوان. علاش ما فهمتش؟ لا ما انا الصحابه لازم راجل حيوان ما لازمش مراه جيل سيدي نبخت كوا يا عايشك يا عايشك ما هو مراه باش تغير عادي عادي نتفاهم انا وراه تغير سي عادل اسمعني بارك الله فيك. لا ونحاسي انا عادل علمي